اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقه جديده من ولا اطيب. مطبخنا اليوم من المطبخ العربي، وخاصه اللي حيكون عندنا الطبق الاول كبده الدجاج مع سلطه العربيه المعموله غير شكل. خلينا نشوف شو المكونات ونرجع نحن وياكم. مكونات كبده الدجاج مع خليط الخضار، 500 جرام كبده الدجاج، 200 جرام خس، 200 جرام بندورة، 200 جرام خيار، 200 جرام فلافل خضراء، 200 جرام بصل أخضر، 100 جرام فجل، 20 جرام نعنع، 20 جرام بقدونس، 100 جرام خل أحمر، 50 جرام رب رمان، 10 جرامات ثوم، 50 جرام عصير حامض، 75 جرام زيت زيتون، قرفة رشة، ملح حسب رغبة، وبهر أسود ناعم حلو حسب الرغبة. لكن مشاهدينا كبدة الدجاج أكيد الكبار والصغار بحبوها، وفي كتير كمان بحبوها انه تكون بنكهه مميزه ما يكون طعمتها اي زنخه او اي زفره فيها. اليوم نحن رح نعمل كبده الدجاج مع السلطه، يعني كمان فينا نستبدل هالسلطه يكون طبق اساسي نتغدى بشهيه نتلذذ بطعم كبده الدجاج. بس اكيد نحن بدنا ننقع شوي كبده الدجاج. نحن هون جبنا كبده قطعناها نظفناها مزبوط، بس رح نحط لها شويه خل، ننقعها بشويه خل تنعطيها نكهه مميزه. نشيل منها روايح الزنخة هون، لكن نحن كبدة الدجاج منظفة والخل الأحمر. في ناس بحطوها طحين وبيجعم يخلوها، كل واحد عنده طريقة. أنا هون اليوم الكبدة رح نقعم شوية خل ونرجع نقليها هيك تنحافظ على رونقها وعلى ركتها طيبة لكلها بشهية من دون أي طعم مخفي. هون نخليها شوي منقوعة. نحن بهالوقت هون رح نحمي المقلات، وطبعا قليل من الزيت النباتي. هون كمان دايما مقلات تكون غميقة شوي حتى نقلب الكبدة الدجاج ما نطرتش كتير لبرا، وهيك نحصل على لون حلو لإلها ونكهة شهية. وأكيد الخس اللي موجود عنا هون، نحن بدنا نبلش نجهز الخلطة السلطة. هون عنا الفلافلة، الفلافلة بدنا نقطعها إلى مربعات. بهالطريقة نحن عنا الفلافلة، وأكيد الكبدة الدجاج نحن نقينا شوي صغيرة حتى يحمى الزيت، ما بدها وقت كتير بنقعها. بهالوقت نحن بنكون كمان عم نجهز خليط الخضار. هون لكن الفلافلة قطعناها، وأكيد الطماطم، طماطم أو البندورة كمان بنقطعها إلى مربعات تنحصل على خليط من الخضار الشهي مع كبدة الدجاج. هون كمان رح نضيف الطماطم، لكن رح نضيف الطماطم مع الفلافلة. هون كمان الخيار،
كمان قطعه الى نصفين، وهون بدنا نشوف بهالوقت كمان الكبده وين صارت. هون لكن احنا الكبده نعناها مثل ما شفتوا تعقمت بالخل الاحمر، واكيد الزيت كمان حمي، وبواسطة كفكير بنصفيها بهالشكل شوي، نطفي النار حتى ما تولع الزيت. لازم يكون الزيت حامي اجباري، هذه طريقة القصبة هيك، ما تسقطوا القصبة هي والنار هو الزيت بارد، لازم يكون شوي حامي تنقضي على ريحة الزنخة ونحصل على نكهة مميزة للكبدة. هون لكن نحن الزيت حامي، سقطنا الكبدة خليها هلا تتقلى شوي، واكيد كنا نقينا بالخل الاحمر، نقلبها شوي هون خليها تستوي على رواق. كمان رح نكفي نحن طبق الخضار تبعنا، هون الفجل كمان بدنا نفرمه الى شرحات، الفجل كمان اللي بيعطي نكهه طيبه ومميزه. كمان عنا النعنع الاخضر، النعنع الاخضر كمان اللي بيعطي برفان او عطر او طعم طيب مع السلطه الطيبه. خليط الخضار هون لكن الفجل والنعنع، كمان بقدونس والخس. كمان قبل ما نفرم الخس نعمل له علفتين للكبده، اوه تكون شكلها هيك حبه كبيره كثير شهيه تسنولها، وخاصه هلا شوي تعس حلو صار تسنولها بشهيه. طبق من السلطه مع الكبده على جوع ما في خبركم قديش مهمه. هون نحن الخس كمان نفرمه فرما ناعما، كمان لحم نزيده مع الخضار، وطبعا نحن في عنا التوم، التوم هون اللي موجود معنا. بنبلش نجهز الصلصة، صلصة السلطة، نفرم التوم إلى قطع صغيرة حتى نحصل على فرم التوم فرما ناعما بهالطريقة. لكن صار عنا التوم فرما ناعما، ونحن كمان بهالوقت سنتابع تقلية الكبدة. شوفوا شو المنظر الحلو، واكيد مشاهدينا بهالوقت رح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع معكم، انطرونا. من بعد الفاصل عدنا معكم ولا اطيب. كمان مشاهدينا قصبه الدجاج صارت جاهزه، نحن بدنا نضيف لها الملح بهار الحلو، طبعا رشه قرفه صغيره، واكيد شويه دبس الرمان، وقليل كمان من الفلفل الاسود، هيك تنعطيها نكهه النكهه الطيبه غير شكل. بنقلبها بهالطريقه مع بعضها البعض تنعطيها النكهه المضبوطه، واكيد نحن السلطه هون اللي موجوده عندنا بدنا نتبلها مع ثوم وزيت الزيتون وعصير حامض الطبيعي،
كمان الملح والفلفل، كمان خلطة سريعة، ومسكبهم مع الخضار نمزجها. هون احنا شوي خلينا الثوم ظاهر تنستطعم، لانه طبعا كبد الدجاج نخلط هالمزيج كله مع بعضه البعض. وبهالوقت نحن عم نخلط السلطة رح نروح فقرة السافوار فيف ونشوف شو في عنا شي جديد وبنرجع نحن وياكم. من فقرتنا الاتيكيت اليوم ضيفتنا ديانا شمس الدين. اهلا وسهلا فيك ديانا. اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم بدنا نحكي عن المواقف المحرجه اللي بتصير معنا دائما اثناء تناول الطعام. صحيح، شغله منا عينه ومتعبه ومزعجه بنفس الوقت كمان. صاير معك شي موقف محرج؟ صاير عده مواقف، مرات مثلا نكون معزوم عند ناس ممكن تطلع شعره بالاكل، او ممكن مثلا يكون في حشرات مش مغسلين الخضره مزبوط فبضطر خبيها وشيل صحن على جنب انه اليوم شبعت وكان الاكل فعلا كثير لذيذ. بصير من مره احيانا بيصادف الاكل بيكون كثير سخن ما بتقدر تذوقه مثلا دغري بترجعه. كيف بنتصرف بهذه الحاله؟ اذا في كبايه مي او اي مشروب ثاني على الطاوله نحن بنمسكه وبنشرب دغري. في حال ما تواجد المي على الطاوله مفترض دغري نشيله من تمنا، بس ما بنشيله مثل ما عاده متعارف عليه بنشال بالنابكن بنحمل وبنبزق فيها. لا، بيكون في شوكه بنشيله بعد طرف الشوكه بنحط دغري وبنحطه على جنب الصحن، او أيوة. فينا باصابعنا هيك دغري عقل من مهلنا ونشيله. هيدا من اهم من اصول المائده. نعم، من اصول المائده انه نحن نعملها. واذا كان في طعام فاسد يعني مش منيح او طعمته كثير قويه، ممكن عطلت الكهرباء، ممكن صار له زمان بالبراد مش منتبه ست البيت كمان. صحيح، ممكن صار له زمان على الطاوله محطوط. صحيح، فكمان بنفس الطريقه ما بنشيل مش بالفوطه ابدا، ما بنبزق بالفوطه، بنحطها بالشوكه او باصابعنا على جنب الصحن. على جنب الصحن، هيدي بحاله الطعام السخن. في حاله نحن تشردقنا، شو بتسائب سائبتك شي مره مشردقه على الطاوله؟ اوه كثير. كيف يعني بجرب نحط الفوت الصفرة وقوم عن الطاولة شوي، بطلع البلكون بياخد هوا جديد كمان نفس الوقت. صحيح، وفوت بعتذر مثلا وبقعد. ممكن هو يمرق إذا في كمان مي ونحن تشردقنا ودغري بنتناول المي وبنشرب. وفي حال ما مشت الحال بالمي فينا نسعل، يعني سعلة بعد سعلة. نعم، إذا مش الحال خلص قطعت، بس إذا ضلت يعني مشردقين كتير بقوة وعم كل الوقت عم نسعل بنستأذن عن الطاولة وبنظهر شوي بنزيح عن الطاولة. نعم، كمان ما نزعج الموجودين. نعم، أو يعني إذا كتير حسينا إنه ضيق النفس كتير بقوة، ضيق النفس وفي شي حالة مش طبيعية. نعم، نحن بنطلب دغري الإسعافات الأولية لأنه في كتير حالات اختناق بتصير أثناء الطعام. يعني ساعتها ما بنسأل عن أتيكيت. هون كنت بدي ركز ديانا على شغلتين كثير مهمه، انه اثناء تناول البازيلا والذره الصفراء الميس سويت كورن. نعم، كثير مهم انه نحن بس ناكل بازيلا والذره الصفراء ما نحكي، لانه بتفوت بخراشيم الهواء. ومره صار في عنا حاله وفاه من ورا هالقصص. يعني بدنا نذكر بس المشاهدين انه قد ما فيهم ينتبهوا هن عم ياكلوا البازيلا والذره الصفراء ما يحكوا هنا بيتناولوها. نعم، لانه بهيك حالات ساعات ما بطل نسال عن اتيكيت ولا عن عزيمه رسميه. نعم، بصير اهم شيء الواحد انه ينقذ حاله. صحيح، يعني ما يصير له شيء. اما الحاله اللي انا نحكي فيها هلا اللي هي حاله العطس. يعني حاله واحد مقرب مرشح. يعني عاده من المفضل انه نحن نتجنب العزايم. نعم، بهيدي الفتره نحن بيكون فيها نتجنب انه نعمل عزايم، بس في حال انعزمنا نحن حنكون. نعم، حنتواجد. العطسه بتمرق، يعني مثلا فينا نستعمل الفوطه للعطسه مباشره، بس ما فينا نستعمل الفوطه في حاله الرشح. صح، يعني فينا نستاذن عن الطاوله اذا ما كان معنا كلينكس، نستاذن عن الطاوله ونروح على جنب شوي لنحن نحس حالنا انه رقنا ونرجع على الطاوله. اذا تكرر العطسه كثير كمان من المفضل انه نحن نترك. سر للعطسه بتعرفي سر للعطسه شو هي؟ باللسان بنزقزق سقف حل الفم من فوق، نحن مجوع من فوق بنزقزق شوي باللسان بتروح العطسه. انا صارت كذا مره معي، خاصه لما اكون مش على طبخ. الفلفل الاسود، فاللسان راس اللسان بيتزقزق سقف التم من فوق بتبعد العطسه. فينا نستعمل هذه الطريقه في حال لقينا انه كثير تكرر العطس اللي نحن بموقف يعني احرجنا، فينا
فينا نستعمل هيدي الطريقة أو منستأذن عن الطاولة كنا ما نزعج الآخرين ومنزح على جنب وبيقطع شو حلو اللياقة أكيد ما نتشكرك ديانا يعني فعلاً اليوم هيك معلومات عامة عطينا للمشاهدين وعلى أمل نلتقي فيك قريباً شكراً تحية كتير كبيرة لديانا شمس الدين يعني فعلاً لو ما اللياقة ما كان في ذوق والذوق اللي موجود عندنا ولا أطيب رح يكفي نحن أطباقنا مع طبق السلطة اللي موجود عندنا اللي صار جاهز مع الثوم والحامض وزيت الزيتون وخليط الخضار الشهي من نعنى وبقدونس وخيار وبندورة وفليفلة وخس وفجل طبعاً غشك ريحة الربيع ونحن هون جهزنا جاط للسكر وكبدة الدجاج صار كمان عندنا جاهزة كبدة الدجاج كمان رح ترافق هالطبق السلطة الطيب يعني اليوم أفكار عديدة دايما بنعطيكم إياها هون الخضار كلها بنسكبها بالوسط ومن ثم بنعمل فجوة صغيرة بالوسط بهالطريقة واليوم أكيد مخرجنا محمود ماجد عزمينه على الغداء بس يخلص الحلقة هالطبق لإله هون لكن طبق السلطة كمان عنا كبدة الدجاج دبرناها بدبس الرمان كمان عطيناها الإضافات اللازمة من ملح وبهار وقرفة كمان نسكبها بالوسط يعني نتلزز بطبق من السلطة مع كبدة الدجاج أما الطبق الثاني اللي حيكون عنا طبق كمان يخني كتير طيبة بحبوها كتير أشخاص خلينا نشوف شو هي ونرجع نحن وياكم مكونات يخنة العصافير مع الكما 200 جرام بصل 20 جرام ثوم 30 جرام كزبرة خضراء 200 جرام كما 50 جرام سمنة 20 جرام صنوبر 20 جرام عصير حامض ماء حسب الحاجة عصافير عدد 16 مكعب الخضار عدد 2 قرفة ناعمة رشة ملح حسب رغبة وبهار حلو ناعم حسب الرغبة لكن مشاهدينا اليوم يخنة العصافير يعني فعلا في عصافير اليوم جاهزة بالماركت فينا نشتريها وفي حال حدا من هواة الصيد ممكن يجهز هالعصافير للي موجودين عنا هالعصفور الطيب اللي كله مدهين هلا بالمواسم طبعا العصفور بياكل اشياء طيبه فبصير مدهين ونحن بنستفيد منه باليخاني وبالمأكولات الطيبه هون نحن عنا اكيد السمنه احنا رح نحط لها شويه سمنه واكيد رح نطبق هاليخنه العصافير مع الكما يعني اليوم عنا طبق كتير مميز وخاصه انه الكما كتير طيب فكما مع العصافير شغله كتير مهمه هون نحن لكن ضفنا السمنة طبعا البصل البصل نفرم البصل إلى جوانح وكمان السمنة على النار يعين هون السمنة ندوب السمنة خليها تدوب دايما مزبوط فينا نحط زيت طبعا اكيد زيت نباتي بس هذا الطبق لانه طبق مميز لازم نعطيه حقه هون لكن البصل الجوانح و ثوم طبعا بنقصه كمان إلى شرحات بالطول بهالشكل كمان بنضيفهم يتقلوا مع البصل وهون كمان بنحركهم بهالطريقة تحت يدبلوا مزبوط لكن البصل والثوم
ونحن كمان بدنا نضيف له الصنوبر. انا صنوبر كان عندي صنوبر قبل بوقت محمصهم، في حال ما كانوا محمصين فينا نحمصهم قبل ما نحط البصل والثوم، بس بما انه عندنا البصل والثوم لحطينيهم والصنوبر محمص قبل بوقت منضيفهم ما بيأثر لو ضفناهم بعد البصل والثوم لانه هن محمرين. ريحه السمنه كثير مهمه، دائما بنميز طبخه من ريحتها، اذا ناقصها شيء تعودنا دائما بس نشم ريحه الطبخه نعرف شو ناقص بدها. هون نحن عندنا الكزبره الخضراء، هون لكن الكزبره مع البصل والثوم مزيج جيد جدا. كمان اذا في ناس ما بتحب الكزبره ممكن نضيف البقدونس، لانه البقدونس هي مواد عطريه. وهون نحن عندنا كمان الكما لكن الكما قبل ما نقطع الكما هون بهالوقت لكن نقطع الكما الى مربعات. مثل ما بتعرفوا الكما لانه بس ترعد السما بتطلع الكما من تحت الارض، هي على طريقه البطاطا بتطلع من الارض من تحت غسيلها لازم نعاب الماء بواسطه فرشاه صغيره نحفها كثير منيح. فينا نجيبها الموسم ونفرزها ناكلها مشويه سوتي مع الطبخ، وخاصه مع العصافير اليوم حتكون نكهه مميز جدا. بهالوقت نحن كمان نحن هون البصل والثوم والكزبره، انا رح ضيف العصافير حتى ندبلهم مزبوط. العصافير مدهنه يعني اليوم طبق مميز جدا. بهالوقت كمان نحن بدنا نقلب هالمزيج كله مع بعضه البعض. رح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع معكم، انطرونا. من بعد الفاصل مشاهدينا ولا أطيب، مستمرون معكم ويخنة العصافير عم بيرفرفوا جوية الطنجرة، يعني بصل والثوم والكزبرة والصنوبر مع شوية سمنة، وضفنا عصفور التيام بعمل ضفنة كتير منيح وعم نحركه. وطبعا في عنا الكما، رح نضيف الكما بقلب الطنجرة، كما اللي بتعطي كمان نكهة طيبة. وما ننسى مكعب الخضار، نضيف مكعب او مكعبين حسب الكميه، نضيف شويه مي سخنه. طبعا خليهم يغلوا شوي، ما بدها كثير وقت على النار. الملح والبهار الحلو، بنحركهم كلهم مع بعضهم البعض حتى يغلوا مزبوط. هون صار عنا هاليخنة جاهزة، لكن تذكير سريع للملحانة بأول فقرة، اليوم عملنا سلطة الخضار أو خليط الخضار مع كبدة الدجاج. فينا نستغني عن وجبة كاملة نسبة للخضار وكبدة الدجاج، يعني ناكل بلا واحد أكيد مجموعة من الخضار مع الثوم والحامض وزيت الزيتون. وكبدة الدجاج عملناها بدبس الرمان بتعطي نكهة كتير طيبة، ونقعنا الكبدة الدجاج بالخل وحمينا الزيت مزبوط، بس يكون الزيت حامي ما بنحصل على طعم زنخة. كتير مهم ننقع بالخل الأحمر ونقوي الزيت ونحمي الزيت مزبوط، بس نقل الكبدة الدجاج خليها تنزل بالزيت الحامي. طبعا طنجرة كبيرة غطوها وتبهم النار ما تولع لأنه الزيت بيطرطش مع مية الدجاج أو مية الكبدة، هيك بنحصل على كبدة بطعم مميز جدا. طبعا وضفناها بالوسط مع خليط الخضار، ونحن هون عنا يخنة العصافير، بصل والثوم والكزبرة والصنوبر مع السمنة، وضفنا عليها الكما اللي نحن كنا مفرزينها بالفريزر لانه ما بتتوفر عنا على مدار سنة، ممكن نشتري كمية. حتى بالماركت اليوم صار في علب كما جاهزة سعرها وسطي، منا رخيصة ومنا غالي كتير، يعني كطبخة اذا حطينا كمية صغيرة بتقطع معنا. واكيد هالخليط اللي موجود عندنا هون مع مكعب الخضار بيعطي نكهه طيبه كثير، والملح وطبعا بهار الحلو. واذا بتحبوا كمان تضيفوا له عصير الحامض حسب الرغبه. هذا الطبق فينا نتناوله مع الرز، اكيد نتناوله مع الرز الابيض. كمان احنا هون جهزنا
الرز الابيض بيتقدم لك مع الرز. اكيد بتعرفوا انتو رز بسمتي او رز حبه طويله حث. وهون كمان احنا عندنا العصافير وعصافير بطن مخرجنا تزقزق. هلا اكيد رح نجهز لك هالاطباق مخرجنا ناطرينك من بعد الحلقه. وهون العصافير صار جاهزه مثل ما شفتوا، ما اخذ وقت كثير بشكل سريع لانه العصفور دغري بس يستوي شويه يخني. يخني مميزه جدا بطعم جديد وبنكهه جديده، ننصحكم تجربوها تتلذذوا فيها وخاصه لمحبين العصافير. كمان الكمه مش بطاله فيها فرح نحس بنكهه مميز جدا. وهيك صار عندنا هالطبق اليوم جاهز، الطبق الثاني والطبق الاول مثل ما شفتوا اقل من 25 دقيقه مشاهدينا، ما اخذت معنا وقت كثير. ملتقانا معكم بكره كمان بطبق غير شكل وبحلقه جديده. الى اللقاء.